نعمل حاجه جديده انا في القناه. الناس كلها بتحط صور لعيبه والناس كلها بتحط مقدمات رياضيه. عايز ايه؟ احنا الفيديو ده هنقرر ان احنا نشغلك اغاني شعبيه علشان في فرح عندنا موجود جنبنا هنا والناس مقرره ان هي تحتفل النهارده واحنا برده بنحتفل مصدرين الدوري النهارده والحمد لله رب العالمين. 3 نقط قدام فريق جيد زي دجله، فريق بنسبه كبيره جدا هيكون مصيف في الدرجه الثانيه اللي هو الانتاج الحربي واسوان يا البنك الاهلي. فريق بيقدم كوره جميله جدا، كوره كويسه جدا، كوره وادي دجله اللي احنا بنحبها وبنحب نتفرج عليها في ماتشات الاهلي والزمالك لانهم دايما بيحرجوا الاهلي والزمالك. تالق القيدوم محمد عبد المنصف دايما قدام الاهلي والزمالك بيخلي المباراه دي ممتعه جدا. بس النهارده مفيش مدرب اجنبي لوادي دجله، في مدرب مصري على نفس الخطه بتاع تجهيز، نفس الخطه ان احنا نبني من تحت ونفس الخطه بتاع ان احنا بنلعب كره اكبر من امكانيات لاعبتنا والكلام الحلو ده. اما احنا بقى في النادي الاهلي فعزيزي كل حاجه مستمره الحمد لله رب العالمين. احنا بتوع الشوط الواحد يا صاحبي. بص الشوط الاول ده روح هات لك اللب وهات لك الفشار والترمس والسوداني واي حاجه عزيزي تخليك ان انت تعدي ال 45 دقيقه الممله اللي انت تتفرج عليها دي علشان خاطر بقى نروح للحاجه المهمه وهي الشوط الثاني. الشوط الثاني بقى يعني بنكتشف ان احنا الحمد لله يا رب العالمين بنلعب كوره، يعني قررنا ان احنا بقى نخش نضغط. هتقول لي بقى موسيماني راجل صايع والرطوبه وما ينفعش ان احنا نهاجم الشوطين. بص مش النهارده بس، احنا من اول السنه بحرك ما بنلعبش غير شوط واحد يا صاحبي، فمش هنقعد ان احنا نطلع حاجه وكلام فاضي من ده. الشوط الثاني بداناه حسين الشحات بيعمل ثرو جميل جدا لمحمد شريف، شريف بيشوطها اوسا بيتالق بترد الكهرباء وكهرباء بيسجلها. الحمد لله رب العالمين خلصنا بالشياكه بقى. الشوط الاول خدمنا اصابتين في الخط الخلفي بتاع دجله، محمود مرعي المساك وكمان وليد بسام الباك. خلاص يا معلم خلصنا بقى بالشياكه، فرقه ضايعه والتغييرات بتاع محمد هلال دي اساسا ضيعت لهم نص الملعب. فواضح ان احنا هنكسب الماتش ده اسكو، وفعلا ربنا بيكرمنا وبنسجل هدف الثاني عن طريق هداف الدوري محمد شريف وبنريح بقى. ولما نريح ونفخر كده اعرف ان احنا نلبس جول، وخصوصا لو علي لطفي هو اللي موجود، لان علي لطفي مش مكتوبه يطلع بكلين شيت يعني. دي حاجه لازم نكون مطمنين عليها، ان هو مش مكتوبه علي لطفي ان هو يطلع بكلين شيت، لازم يلبس جول. والهدف بتاع احمد سعيد ناس كتير تقول لك هو كان طالع هو ما كان، لا الكوره صعبه جدا. وزي ما قلت لك علي لطفي تحس ان حظه لسه ما ركبش مع النادي الاهلي شويه. نفس الموسم اللي كان موجود فيه محمد الشناوي بديل شريف اكرامي فيه، اللي محمد الشناوي دايما لما كان بينزل من على الدكه كان بيلبس اهداف، بس بعد كده محمد الشناوي عمل كامباك عالميه. اتمنى ان علي لطفي يقدم مستوى جيد مع النادي الاهلي، وعادي جدا كل الظروف دي ممكن تخليك تبقى حارس مميز جدا وتخطى كل ده. والاداء السيء بتاع محمد هاني لسه مستمر زي ما هو، الاداء السيء اللي بيخليك تطلب مشاركه لعيب زي اكرم توفيق لعيب خط نص يلعب باك يمين، او حتى القيدوم والشهيد كريم نجمد اللي رجع بعد غياب سنتين ونص او ثلاث سنين لانه كان بيتعالج غلط عندنا في النادي. فالحمد لله رب العالمين الاثنين دول كافلين ان هم يشيل لك الناحيه اليمين، ومحمد هاني كافلين ان هو يشيل لك مكان كده ثابت على خط الدكه وقعده معلم على الخط جنبك كده عموس واقعدوا بقى شاوروا. يعني بص انا بحب شرح موسيماني للعيبه اللي على الدكه كده، اللي هو موس اشرح اللي في الملعب يا حبيبي، لا هو بيشرح على الدكه، احنا عندنا الحمد لله المدرب بيشرح على الدكه، ولما بيقرر يتدخل بيعمل حاجات غريبه اللي هو عمرو السوليه بينزل بيقرر ان انت تطلع كهرباء. تمام ما عنديش اي مشكله ولا اي مانع عزيز، بس احنا موس بقى بنلعب 4 3 2 1 دلوقتي، حمدي فتحي والسوليه وموجود اليو ليه؟ احنا بنلعب دجله يا بابا، دي فرقه واقعه اساسا يا بابا، مش احنا اللي ندافع قدام دجله يا موس، مش انا اللي اقعد خايف قدام دجله، دي فرقه بتهبط يا بابا. التحفز حلو والهدوء حلو، حتى لما قرر كده ان انا اغير في الدقيقه 90 وانزل صلاح محسن وانزل معاه محمود وحيد عشان علي معلول تعب، فاحط محمود وحيد تحت واخلي علي معلول يلعب قدام، وفي النص كده نزلت مطب ولا محمد كان محمد شريف ومعادش كان فاهم ما عاديها يا عمي صلاح محسن بينزل مكان مبدي قفشه ما فاهم ليه، بس عادي يا معلم ما فيهاش اي مشكله، والراجل كده كده عمال يهبط من اول الماتش في التغييرات فعادي يا معلم خليه يزيد ويدوس، وهو الحمد لله رب العالمين لما بيدوس وبيخربها قوي بتعرف ان الحمد لله ربنا هيكرمنا ونطلع كسبانين. الموز ده راجل طيب وسالك، لما بيخربها الحمد لله ما بتبانش بنطلع كسبانين والمكسب بيغطي على الهبدات اللي هو بيعملها في التغييرات. بس الغريبه ان انا في ناس كتير بقابلها تقول لي موسيماني ده احسن مدير فني في مصر كلها بيقرا ملعب وبيغير. الناس دي بقول لها عزيزي لا تشترك في قناتي ولا ترجع تشوفني تاني علشان خاطر الكلام معاك متعب ليا ومتعب ليك. فبص يا صاحبي لو انت من الناس الاولانيه اللي انت متفق معايا ان موسيماني ربنا بيكرم الفريق وبيكسب والمكسب ده بيغطي على الهبدات والغلطات اللي هو بيعملها، فكمل معايا واعمل لايك او سبسكرايب. اما لو انت من الناس اللي كملت معايا رغم كل الضوضاء والدوشه والمهرجانات الموجوده جنبي دي، فصاحبي انت شكرا جزيلا ليك جدا 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 على الاربع دقايق ونص اللي ضيعتهم معايا. معلش يعني ممكن تعمل لايك او سبسكرايب بما انك كملت معانا الاربع دقايق، فاعمل لايك بقى معلش يا صاحبي او سبسكرايب. احنا الحمد لله متصدرين دوري، محدش عارف متصدرين ازاي بس الحمد لله متصدرين يا صاحبي.